هذا غسان أبو ستة، جراح بريطاني من أصل فلسطيني، أمضى أسابيع لن ينساها من حياته وهو يعالج مرضى غزة كجزء من فريق طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود. غسان قدم إلى القطاع عبر معبر رفح في 9 أكتوبر، أي بعد 2 من اندلاع الحرب، وتوجه لمناطق الشمال حيث بقي 43 يوما يتنقل بين مستشفيي الأهلي والشفاء. بعدها خرج بأعجوبة من الحرب عائدا إلى بريطانيا، حيث طلبت منه وحدة جرائم الحرب لدى وصوله تقديم أدلة في تحقيق محتمل تجريه حول تورط إسرائيل بجرائم حرب، خاصة أنه كان في المستشفى الأهلي حين استهدف بتاريخ 17 أكتوبر موقعا مئات الضحايا. This Hellfire missile that I believe was used in Baptist Hospital is a fragmentary missile. The whole missile disintegrates into shards of metal that cause amputations and shrapnels in a wide area and is designed to inflict as much damage on individuals as possible. رحلة غسان مع الحروب قديمة، بدأت حين كان طالب طب في أواخر الثمانينيات إبان الانتفاضة الأولى، وعمل بعدها في مناطق صراع أخرى بما في ذلك العراق وسوريا واليمن، لكنه قال إن ما شهده في غزة من تدمير بهذا الحجم والشراسة واستهداف للقطاع الصحي لم يرى مثله من قبل. Even the wars in Iraq and Syria and Yemen that I've been involved in, this is the difference between this one and those ones is the difference between a flood and a tsunami. The size, the intensity, the ferocity, the fact that the destruction of the health sector was central to the war effort. Every aspect of this war was just magnified. غسان بقي حتى اللحظة الأخيرة في مستشفى الشفاء، وغادره عندما حاصرت القوات الإسرائيلية المستشفى لاعتقادهم أنه مركز لقيادة حماس وأن فيه مركزا لتخزين الأسلحة، وهو ما نفاه غسان جملة وتفصيلا. I had complete access to all parts of Shifa and I would walk freely to go from one part of the Shifa to the other and there was never ever even the any military presence, even the policemen whose job was to control the crowds in front of the emergency department were not, you know, they were carrying truncheons, they weren't even carrying handguns. تفاصيل كثيرة مروعة عاشها غسان خلال الحرب، لكن شهادته أمام اللجنة ركزت على الجوانب الطبية وهجمات الجيش على المرافق الصحية، واليوم يأمل بأن يؤدي هذا التحقيق المحلي لآخر أوسع وأكبر في المحاكمات الدولية.